الإخوة المشاهدين لقناة البلد الفضائية ولبرنامج أسرار الأدلة، لكم التحية والتقدير والتهاني الحقيقة الصادقة بمناسبة افتتاح قناة البلد، والتي استمتعنا وسمعنا بالأمس إفادات قيمة في الحديث عنها. ألف مبروك. والحقيقة حلقة اليوم بعنوان الموت اختناقا، على الرغم انه يعني نحن دائما في قضايا الادله الجنائيه بنقول ليست قضايا الادله هي فقط قضايا المرتبطه بالموت والوفاه، ولكن كان لابد من ان نواكب ما هو يعني موجود حولنا في حياتنا. مثلا هذه الايام هناك بروده في الطقس، فدايرين نتكلم عن اشياء مرتبطه بالبروده وبالطقس البارد والشتاء وهكذا. فالحقيقه يعني لا بد من انه نتحدث عن العلاقه ما بين الطب الشرعي والتخصصات الاخرى في الادله الجنائيه. يعني على سبيل المثال، إذا كان هناك حادث والطبيب الشرعي كان هذا الحادث يشتبه في أنه انتحار باستخدام صبغة الشعر، هناك إجراءات تتم في الطب الشرعي، ولكن هذه الإجراءات لا تكتمل إلا بإجراء الفحوصات الكيميائية في مختبرات الأدلة الجنائية في مختبرات السموم للتأكد من وجود مادة البارافينيلين ديامين، وهي المادة الفعالة السامة في صبغة الشعر. هكذا تكتمل التقارير الخاصة بعلم الأدلة الجنائية وعلاقتها بالطب الشرعي. هناك أيضا إذا كان انتحار نتيجة لاستخدام سلاح، فلا بد من أنه المغزوف والظرف الفارغ الموجود في مسرح الحادث يتم مقارنته في قسم الأسلحة في الأدلة الجنائية ليكتمل تقرير الطبيب الشرعي مع تقرير الأدلة الجنائية، وتقدم هذه التقارير للعدالة للنيابة للقضاء لكده. كذلك الغرق، كذلك في حالات الوفيات نتيجة لاستخدام أدوية سامة أو أدوية مخدرة أو أدوية ضيقة النافذ العلاجي أو هكذا. يعني أيضا أسباب الوفاة، إذا كان في مخدرات، إذا كان في هيروين، إذا كان في كوكايين، إذا كان في آيس، إذا كان في يعني استخدام لأي سبب من أسباب المواد المخدرة وكده. في الطب الشرعي هناك أيضا يعني الطبيب الشرعي لديه المقدرة أن يحدد زمن الوفاة باستخدام تقنيات كثيرة جدا، ومن ضمن هذه التقنيات مثلا أيضا الاعتماد على علم الحشرات الجنائي اللي هي الفورنسيك انتومولوجي، علم الحشرات الجنائي اللي هو يحدد وجود الحشرات التي تكون يعني تطورت وحدث لها يعني وجود في منطقة معينة أو في جثة أو حولها لفترة زمنية معينة وكده. الحقيقة نحن يعني هذه العلاقة كانت مهمة في هذه الحلقة اللي هي نحن نتكلم فيها عن واحدة من الأشياء اللي هي بتحدث أحيانا في الشتاء، وهي الموت اختناقا. هنتكلم عن الموت اختناقا بيتم كيف، خاصة في الحتات اللي بيكون حتات مغلقة وفيها إمكانية لوجود أول أكسيد الكربون وكده. يمكن الأكسجين يعني والماء بيشكلوا يعني جزء كبير جدا من أسباب الحياة، من الأشياء الضرورية اللي نقصها أو انعدامها أو كده يعني الموت. يعني الناس اللي بيموتوا في الصحراء مثلا لأنهم ضلوا الطريق أو لأي سبب من الأسباب، أو لأنه يعني لم يتم يعني الحصول على ماء كافي ولا كده في أي حتة من الحتات، هذا الموت بيكون نتيجة ل ابتداء ل يعني نقص الماء اللي هو يعني هو
واحدة من أهم المواد اللي بتعين الإنسان على الحياة. كذلك الأكسجين، ونقص الأكسجين بيحدث بأسباب كثيرة جدا، ومن ضمن الأسباب دي بعض الأمراض، يعني مرض الزبحة الصدرية مربوط بنقصان في الأكسجين، وهكذا. فيعني يمكن دي حاجتين من الحاجات المهم جدا إنه يكون هناك يعني توعية بأنه كيف يتم التعرف على أسباب الوفاة بهذه الأشياء. ويمكن زي ما قلنا أول أكسيد الكربون هو واحدة من هو غاز طبعا، هذا الغاز بينتج من الاحتراق الغير كامل للفحم أو المواد العضوية عموما، يعني الاحتراق لما تيجي تولع النيران كده وما يكون في تهوية كافية، فبيطلع بدل ثاني أكسيد الكربون بيطلع أول أكسيد الكربون. فيمكن يعني الحكاية دي بتحصل في حتات كثيرة، في ظروف مختلفة، في أماكن مغلقة، في أماكن مفتوحة، يعني حتى المرحلة أو المنطقة بتاعت الناس اللي بيسوقوا يعني السيارات في لحظات الذروة والزحمة الشديدة وكده ممكن يكون في العادم يطلع منه أول أكسيد الكربون. أول أكسيد الكربون عندما ينتج من الاحتراق الغير كامل الحقيقة بيكون واحد من الأسباب المحتملة لحدوث تسمم. أول أكسيد الكربون الحقيقة يعني أول ما الإنسان يستنشقه طوالي في جسم الإنسان بيمشي بيرتبط بحاجة اسمها الهيموغلوبين. الهيموغلوبين ده مادة في جسم الإنسان مسؤولة من حمل الأكسجين، فيعني دائما الأكسجين بيرتبط بها، وهذا الأكسجين يعني بيكون موجود في هذه المادة فتسمى بالأكسيهيموغلوبين، وتساعد في إنه تحرر هذا الأكسجين بعد ذاك بعد ما نقلته عشان يدخل في الخلايا وفي الأنسجة وكده، ويتم بعد ذاك إنتاج الطاقة والإنسان يكون عايش. يعني أي حتة في جسم الإنسان لا يصل الأكسجين هي منطقة عرضة لأنها تموت إذا كل ما استمر هذا النقص، وخاصة المنطقة بتاعت المخ، يعني إذا نقص الأكسجين من خلايا المخ لفترة وجيزة جدا فالموت أمر وارد. أول أكسيد الكربون بيتسبب الموت لأنه هو بيرتبط بالهيموغلوبين في الحتة اللي بيقعد فيها الأكسجين، فبيعمل حاجتين: يمنع الأكسجين الجاي من الخارج انه يرتبط بالهيموغلوبين لانه قعد محله، وكمان اكتر من كده يمنع الاكسجين اللي كان اصلا مرتبط بهيموغلوبين يمنعه من انه يتفك من الهيموغلوبين ويمشي يدخل الخلايا ويسبب او يزيد الطاقة ويؤدي الى الحياة. يبقى هذا الغاز يسبب الاختناق، عدم وجود أكسجين ده اختناق، وبالتالي يعني إذا استمر لفترة معينة ممكن تحدث الوفاة. الحقيقة يعني الكويس إنه علماء السموم لقوا إنه من أهم الأشياء اللي بتقود إلى تدارك مسألة الموت بالأكسجين نتيجة لنقص الأكسجين بواسطة أول أكسيد الكربون، إنه أول حاجة نقل الشخص من الحتة اللي بيكون فيها هذا الأكسجين، ونمرة اثنين تزويده بأكسجين. الأكسجين ده بيكون يعني واقع في التركيز الآمن اللي بيخلي الإنسان يبدأ، يعني لأنه الأكسجين لو بقى أكسجين فقط لفترة طويلة برضه ممكن يكون ضار، بده الأكسجين بطريقة آمنة ويعالجه مسألة الاختناق الناتج من أول أكسيد الكربون. هذا الـ يعني الغاز ممكن يكون موجود غير الاحتراق الغير كامل للفحم في المناخ أو في الدفايات الموجودة
مثلا بالذات في الدول الأوروبية في الشتاء في دفايات بتشتغل بالفحم الحجري، وهذا الفحم بيكون شغال ويدفي البيت، وبعدين بتكون في تشيميني يعني بيكون طالع برا، بيكون ظاهر برا البيت ويطلع الغاز، ويكون الإنسان داخل المنزل آمن. إذا الحتة الفوق دي اتقفلت بطائر بكذا بأي سبب من الأسباب، ما بيقى في هذا المنفذ لأول أكسيد الكربون، فبيقوم بيخش وينتشر في داخل يعني المنزل ويؤدي إلى الوفاة. في ناس بيتعرضوا للحكاية دي أو يعني بيتأثروا أكتر من غيرهم. أيضا زي ما قلت، بالإضافة إلى مسألة الازدحام المروري بيطلع أول أكسيد الكربون، هناك أمرين مهمات جدا في أول أكسيد الكربون. الأول في حالة حدوث حرائق، يعني في ناس بيفتكروا إنه لما يكون في حريق الأثر المباشر بتاع اللهب بتاع النيران دي على الجسم بيكون يعني بيأتي في المرحلة الثانية من الاختناق بواسطة أول أكسيد الكربون، لأنه أول أكسيد الكربون بيكون تركيزه عالي جدا ويكون داخل في التركيز اللي بيقود إلى أنه تحدث الوفاة في وقت وجيز جدا. يعني في تركيزات معينة بيقول أنه الإنسان لا يقدر يتعامل معها، يعني تركيز بتاع 400 جزء من المليون، إذا الشخص مدة ربع ساعة ممكن الشخص يموت من هذا التركيز من هذا الغاز. فطبعا في لما يكون في حريق ويكون في نيران وكده بيكون التركيز مئات المرات قدر كده، عشان كده بتحدث الوفاة سريعة جدا في حالات الحرائق وكده. الأمر الثاني المربوط بأول أكسيد الكربون أيضا هو مسألة التعرض لأول أكسيد الكربون من خلال بعض العادات زي التدخين. يعني السجاير ده أول ما الدخان بتاع السجاير يبدأ الإنسان يستنشقه بيدخل كمية من أول أكسيد الكربون في داخل الجسم، يبقى بالتالي هيبقى كربوكسي هيموجلوبين، هيبقى مادة مربوطة بالهيموجلوبين، هيمنع الأكسجين من إنه يخش للخلايا، هيمنع الأكسجين من إنه يرتبط بالهيموجلوبين، هتحدث مسألة الاختناق والوفاة. يبقى زي ما قلنا في أمراض برضو بتزيد من أثر يعني أول أكسيد الكربون، لأنه أصلا هذه الأمراض فيها نقص في الأكسجين، زي الذبحة الصدرية، زي الأزمة، زي هذه الأمراض. يمكن في بعض يعني الأشياء الأخرى الخطرة اللي بتزيد يعني الأثر بتاع أول أكسيد الكربون الضار ده، فالوجود في حتات مرتفعة جدا مربوط بما يعرف بالهايبوكسيا، يعني الإنسان بيكون عنده كمية أقل من الأكسجين بيستنشقها، وبالتالي إذا تعرض لأول أكسيد الكربون هنا بتكون في مرحلة بتاعة ضرر وتأثر أكثر من الناس اللي عايشين في المنطقة المنبسطة غير المرتفعة. الحقيقة الناس اللي بيحتاجوا لأكسجين كثير اللعيبة اللاعبين في كل مجالات الرياضة، وكذلك الناس اللي بيعملوا في أعمال شاقة بتستدعي أن يكون عندهم أكسجين أكتر من غيرهم، يعني شخص عمله مكتبي ما زي الشخص بيجيف مثلا في حتة فيها نيران زي المخابز زي كذا زي المناجم زي الصناعات المختلفة اللي بتستدعي أنه يكون في درجات حرارة عالية. فبالتالي نحن لما نتكلم عن الاختناق بأول أكسيد الكربون هو يعني بيسمى القاتل الصامت، ويجي لو قارناه بالحالة الثانية بتاعة الموت عطشا نجد انه الموت عطشا مؤلم اكتر، اما هذا القاتل الصامت فيمكن يكون يعني بيخلي الشخص يكون في حالة تخدير قبل ما تحدث الوفاة، وبالتالي ما بتكون في معاناة من نقص الاكسجين، لانه الشخص بيكون حصل له نوع من التخدير. وده الشيء اللي حصل مع القضية اللي احنا هنتكلم عنها الآن. يمكن يعني الناس اللي بي 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 يعني بيتكلموا دايما عن شغل الأدلة الجنائية، نحن عندنا بعض يعني الأشياء
زي التسمم بأول أكسيد الكربون ممكن يحدث بطريقة طبيعية طبعا، لكن ممكن يحدث أيضا في قضايا جنائية، حدث حريق وكده، يبقى الحريق التحقيق في أسباب الحريق وكده، لكن الوفاة هل حدثت من أول أكسيد الكربون ولا حدثت من الحريق من الدرجة الثالثة أو هكذا يعني. الحقيقة في أجهزة بتقيس نسبة الكربوكسي هيموغلوبين في جسم الإنسان، وبالتالي بتحدد إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا التركيز متناسب مع العلامات السريرية الخاصة بالتسمم بهذا الغاز. يعني على سبيل المثال لو جينا للشخص العادي بنلقى انه التركيز مفقود 1% كربوكسي هيموجلوبين في جسم الانسان، لكن المدخن ممكن يعني التركيز بتاع اول اكسيد الكربون المرتبط بالهيموجلوبين ده في الدم يصل لحد 10%، ده فرق كبير جدا. فاذا حدث كمان الشخص ده المدخن ده يتعرض لأول أكسيد الكربون، فبالتالي هو في خطر شديد جدا، وبالتالي التأثر بتاعه ممكن يكون أكثر من شخص آخر موجود في نفس الحتة فيها هذا الغاز. يبقى المدخن هو في خطر، الشخص المصاب بأزمة هو في خطر لأنه أول أكسيد الكربون بيأثر عليه أكثر من الآخرين، لأنه محتاج للأكسجين أكثر من الآخرين، وزي ما قلنا العمال والرياضيين والموجودين في أماكن مرتفعة وكده. بنقول له القاتل الصامت لأنه يعني بيحدث هذا التخدير، فبالتالي الشخص ما بيبدأ يحس بالاختناق. الإحساس بالاختناق يعني بتواكبه وبتلازمه علامات بتاعت ألم وعلامات بتاعت ضيق وكده. ولكن هذا القاتل الصامت دعونا نتكلم عنه ونتحدث عن القضية الأساسية في هذه الحلقة، وهي حدثت في مدينة مدرمان، في مدرمان القديمة يعني ذاتها، وفي واحدة من يعني الدكاكين. كان دكان صغير، وهو الدكان ده الحقيقة عبارة عن مطعم، يعني داخل الدكان بيتم تجهيز الحاجات وبر الطرابيز بتكون موجودة والناس بيجوا بيتناولوا الفطور بتاعهم أو الغداء أو العشاء أو كده. وهذه الغرفة يعني بالليل كان يعني في برد شديد جدا، البرد كان شديد لدرجة إنه في أولاد صغار يعني في حدود 13 ل 15 سنة، ثلاثة دخلوا عشان يعني يستفيدوا من السخانة اللي بتحصل من احتراق الفحم. خدتوا القدرة حقت الفول بس انها تكون شغالة، وهم في نفس الوقت يعني الفول ينجض والحرارة والسخانة تساعدهم على النوم في ذلك اليوم البارد جدا. والحقيقة يعني الناس فوجئوا الصباح بهؤلاء الأشخاص، كانوا قافلين الباب يعني من جوا كمان ونايمين، كل واحد نايم في طرابيزة من الطرابيزة اللي بيطلعوها برا يخطوا فيها الحاجات وكده، وكانوا ميتين. الحقيقة لما جينا لقينا الناس ديل غير انهم يعني كانوا في حالة بتاعت نوم، يعني كانوا مبتسمين، يعني نوم زي كأنهم بيشوفوا في أحلام سعيدة. كانت يعني النيران انطفت من المنقد وكده، وقدرة الفول بعد ما نضج تماما، لكنه خلال فترة الليل كان أول أكسيد الكربون يتصاعد ويتسلل إلى أجساد هؤلاء الصبية. كانت يعني الغرفة الحقيقة مكفولة تماما، يعني ما في أي منفذ يخلي فيه عملية بتاع التهوية، وده هو الشرط الرئيسي لإنتاج أول أكسيد الكربون من احتراق الفحم. والحقيقة يعني تم إجراء يعني الفحوصات الكيميائية، الفحوصات الخاصة بالسمية، والطبيب الشرعي انتظر لحد ما جاءت النتيجة أنه يوجد تركيز عالي لأول أكسيد الكربون في العينات
من هؤلاء الضحايا من عينات الدم. الحقيقة يمكن في الكلام ده لما حصل قبل سنوات طويلة جدا، ما كانت التقنيات وصلت للسرعة بتاع تحديد هذه الفحوصات بالسهولة الموجودة بها الآن. يعني الآن يوجد جهاز بياخد ما أكثر من 7 دقائق لست دقائق من التحضير بتاع عينة الدم إلى خروج النتائج وقرايتها وتفسيرها وكده. لكن زمان كان بيتم بواسطة إجراءات كيميائية معقدة، وبيتم بعد ذاك يعني مسألة الحصول على النتيجة. وأيضا هناك علامات يمكن يعني سريرية بيقدر الطبيب يشوف إنه هذا الشخص يعني في لون بمبي يسموه بيربل كلر موجود في الأغشية المخاطية وكده بتاع الجسم الإنساني. وطبعا دي ناتجة يعني من إنه بدأ ينقص الأكسجين، وبالتالي الحتات دي يعني اللي بتنتقل فيها الدماء وكده بتتحول من اللون الأحمر وتمشي في حالة نقصان، وبالتالي بيكون في المرحلة بتاعة اللون البمبي ده. الحقيقة يعني كانت واحدة من القضايا اللي بتحدد إنه كيف إنه العلاقة بين الطب الشرعي وتخصصات الأدلة الجنائية الأخرى. الحقيقة يمكن في قضية كانت في إنجلترا، واحد يمكن من السودانيين يعني الأخصائيين الكبار جدا، أنا بتذكر إنه التقيت به في بريطانيا، أو التقيت به هو عايش في بريطانيا، التقيت به في واحدة من الدول الأوروبية النرويج، وهو يعني صلاح محمد عمر من الناس يعني من الأطباء البارزين جدا في أوروبا، وهو متخصص في مجالات العملية بتاعت يعني أمراض المخ والأعصاب وكده. فتحدثنا عن مسألة أول أكسيد الكربون، تحدثنا عن بعض القضايا الحاجات اللي عندها علاقة بالطب الشرعي. فكان عنده قضية أخذت وقت طويل جدا، كانت خاصة ب يعني قضايا تعتبر الاستفادة من خبرة وعلم الطبيب في القضايا الجنائية. ويمكن دي كانت يعني قضية مرتبطة بأول أكسيد الكربون وما يحدث من تلف، يعني تلف بيرمننت، تلف دائم في خلايا المخ ولا كده، لشخص يتعرض للتسمم بواسطة أول أكسيد الكربون. وأظنه كان يعني شخص موجود في 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 بيته، حصل خلل، خلى الدفاية ما تكون شغالة بالطريقة المثلى وبطريقة التهوية، وحصل له أثر معين يعني، وافتكر اضطرابات عصبية وكده لفترة طويلة. فكان طبعا القضية بيكون فيها أسئلة كثيرة، يعني هل هذا الشخص أصلا عنده قابلية، وهل إذا كان شخص تاني، وهل يعني أشياء كثيرة كان تم استدعاؤه لها كشاهد خبير نتيجة للتخصص بتاعه والمقدرة بتاعته على أنه يقدم أحسن إفادات للمحاكمة. الحقيقة يعني نحن دايرين نقول أنه مسألة أول أكسيد الكربون دايرين نربط الناس بأنه لابد من بالذات الفئات الأكثر خطرا تكون عندها يعني بعض الاحتياطات للتعامل مع الخطر المحتمل للوجود في منطقة قد تكون فيها يعني ترافيك جام أو اختناقات مرورية، أو فيها انبعاث لبعض الغازات أو الحرائق قريبة منها، وجود أول أكسيد الكربون وهكذا. يعني الشيء بالشيء يذكر، ونحن علقنا قبل كده على واحدة من القضايا اللي هي مذبحة عنبر جودة، دي حصلت في يمكن في العام 1956. يمكن دي واحدة من الحاجات يعني الناس بيقولوا إنها كانت في يوم 16 أغسطس 1956، يعني بعد الاستغلال ب8 شهور تقريبا. لكن هي من القضايا اللي أدت إلى وجود يعني
تساؤل كبير جدا عن مسؤولية الحكومة وكده عن هذا. قضية عنبر جودة مشهورة، قضية قديمة، قضية يعني كانت حدثت في منطقة جودة في جنوب كوستي في عنبر في هذه المنطقة. وجودة ده مشروع زراعي بيتبع لشركة معينة وعنده مزارعين من أهل المنطقة وكده. والحقيقة كان عنده في طريقة معينة بيتوزع بيها الإنتاج وكده، ويمكن في اتفاقات بتكون بين الناس العمال والناس الشغالين والشركة وكده. يمكن قبل 3 سنين حسب ما كان موجود في الوثائق التي يعني سجلت قضية مأساة عنبر جودة، إنه لمدة 3 سنين يعني كان في إشكالية في الحصول على الرواتب والحقوق اللي هي عبارة عن يعني عائد من النصيب الإنتاج وكده. والعمال دي طالبوا يعني الإدارة بأنها تصرف المستحقات، واتجمعوا من كل الحتات التابعة للمشروع. والحقيقة يبدو أنه تم التعامل معهم بقوة، يعني مشت الشرطة ويمكن حاولت أنه تفك هذا التجمهر، لكن الموضوع اتطور لاشتباك، والشرطة كتجمع غير مشروع والمزارعين وكده. فحصل انه يعني تمت مواجهة وتم اشتباكات وراحوا فيها بعض الضحايا، لكن يعني الموضوع لما بدأ يكبر وكده يعني اترسلت قوة كده كبيرة من الشاحنات والجندرانات وشالت كل الناس ديل والمزارعين والعمال وكده، وخدتهم يعني حوالي 300 منهم خدتهم في ظهور الشاحنات دي، ويمكن مشوا بيهم خلوهم في مخزن، يعني يمكن ربما كانت يعني دون انتباه، لأنه هذا المخزن كان أصلا مخزن للمبيدات الحشرية. فتم دفعهم للدخول هنا ودخلوهم على أساس إنه الناس تحاول تعالج هذا الـ يعني هذا الـ الـ الأمر اللي انتهى باشتباكات وبقتل وبكده. فخدتهم هنا وخدتهم في مستودع سموه عنبر جودة، لكن الحقيقة في الصباح اتضح إنه هؤلاء 300 تقريبا أو كده ماتوا جميعا ما عدا 3. ديل كانوا خدتوا الأنف بتاعهم في الفتحة صغيرة في الحائط، حائط الزنك الموجود، ويعني يمكن نتيجة لعدم وجود التهوية المناسبة في تلك المنطقة. يمكن يعني هذا الأمر انتهى بمأساة، يعني في تاريخ السودان هي مأساة عنبر جودة، وهي واحدة من الحاجات المحزنة جدا، لأنه يعني كان ربما يعني المراقبين بيفتكروا انه كان يمكن تلافي هذه المسألة ابتداء بالنظر في الحقوق المشروعة لهؤلاء الناس، وثم كان يمكن ايضا حتى اذا كان في اجراءات يعني ممكن تتخذ بطريقة يكون فيها نوع من على الاقل الحفاظ على يعني شخص يطالب بمستحقاته المالية وكده، ينتهي بالامر للوفاة، ليس هو فقط بل كل الناس الموجودين معه. إلى أن نلقاكم في حلقاتنا القادمة من أسرار الأدلة من قناة البلد الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.